مرحبا بكم في قناة تاريخ بلاد أشور. موضوعنا اليوم عن أسوار وبوابات مدينة نينوى. لقد نقل الملك الأشوري سنحاريب الذي حكم بين أعوام 705 إلى 681 قبل الميلاد عاصمة الإمبراطورية الأشورية إلى مدينة نينوى، بعدما جعل والده سرغون الثاني من المدينة الجديدة التي بناها دور شاروكين عاصمة للإمبراطورية، وبنى حول المدينة سورا حجريا بارتفاع 6 أمتار يحيط به سور ضخم من الأجور طوله 12 كيلومترا بارتفاع 10 أمتار وعرض 15 مترا، وكان هناك أبراج حجرية في كل من 18 مترا من السور، وحفرت من الجهة الشرقية للسور خندق عميق، وكان للسور 15 بوابة. استطاع المنقبون أن يجدوا 5 بوابات سليمة تقريبا، ومنها بوابة المشقي في الغرب التي نقبها لياغ، وهي بوابة السقاط، وكانت تستخدم على الأغلب لأخذ المواشي إلى نهر دجلة للشرب، وقد تم ترميمها ودعمها حديثا بالأجر، وربما كانت مزينة ومزخرفة قبل خرابها. بوابة نرجال في الشمال ونقبها ليارد أيضا، التي ربما استخدمت من أجل بعض المراسيم الرسمية لأنها البوابة الوحيدة التي صنعت من الصخور، وكان هناك زوج من تماثيل لاماسو على جانبيها، وكانت عملية إعادة البناء تخمينية في أواسط القرن العشرين، حيث خمن الباحثون شكلها القديم اعتمادا على بقاياها وعادوا بناءها على أساس ذلك. وقد دمرت الجماعات الإرهابية في عام 2015 هذه البوابة مع زوج الثيران المجنحة. وهناك بوابة أدد في الشمال التي سميت على اسم الإله أدد إله العواصف عند الأشوريين، وبدأ إعادة بناءها في عام 1960، لكن لم تكتمل هذه العملية، وكانت النتيجة خليط من الإسمنت والأجور، والتي مع ذلك تعطي فكرة مقربة عن شكلها الأصلي. وكان المدرج الأصلي للبوابة واضحا الذي تم تضييق اتساعها من قبل الجنود الأشوريين أثناء الحصار من 4 أمتار إلى مترين. وقد دمر الإرهابيين هذه البوابة مع أسوارها في عام 2015 بالجرافات. وهناك بوابة الشماش في الشرق التي نقبها ليارد، والتي سميت على اسم الإله شماش إله الشمس عند الأشوريين، وتؤدي هذه البوابة إلى طريق أربيل، وتم إعادة بناء القسم الحجري والطيني في عام 1960. القسم الطيني انهار بشكل كامل، وهي البوابة الوحيدة التي كانت منهارة بشكل كبير. وهناك بوابة هالي في جنوب شرق السور، وعملية اكتشافها قامت بها جامعة كاليفورنيا بيركلي بين أعوام 1989 إلى 1990، وقد تم تضييق مدخل هذه البوابة من قبل الجنود الأشوريين أيضا مثل بوابة الشماش، وقد وجد فيها بقايا بشرية لجنود أشوريين قتلوا أثناء معركة نينوى الأخيرة. وكان هناك أيضا بوابة آشور في الجنوب التي تؤدي إلى مدينة آشور، ومن الشرق بوابة كارمليسي، مما يدل على أن مدينة كارمليس الأشورية كان لها أهمية كبيرة في ذلك الوقت لتخصص لها بوابة على اسمها. ومن الشمال بوابة الإله سين وغيرها من البوابات. واهتم سنحاريب بألا تغرق مياه نهر دجلة العاصمة نينوى في فصل جريان السيول، لذلك قام بتحصين ضفاف النهر بقوالب وصخور وحجارة كبيرة. أما اليوم فيتعرض ما نجا من هذه الأسوار من عوامل الطبيعة وهجمات الإرهابيين إلى تخريب ممنهج تقوم به السلطات المحلية العراقية في مدينة الموصل، حيث تقع هذه الأسوار من أجل فتح طرقات تمر عبر هذه الأسوار نفسها، وأيضا بناء مباني حولها وفوقها، وهي جريمة في حق التراث الإنساني من قبل سلطات من المفترض منها حماية هذا الإرث الأشوري العالمي التاريخي. شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تاريخ بلاد أشور لمتابعة كل جديد.